عجينة حضرتك صاحب محل هنا؟ لا والله أنا حارس. حجي احنا نتحدث احنا اليوم يعني بما أنك بمنطقة صناعية نتحدث عن موضوع الصناعة العراقية. نشوف أكو صناعة عراقية. والله يا ريت يعني يا ريت من حكومتنا رشيدة وإن شاء الله محمد الشيعة السوداني يعني قاعد يسحب هالموضوع بخصوص الصناعة العراقية. وان شاء الله يتجمع عندك الخير ان شاء الله. وان شاء الله يتمنى هالمصانع شايف هالمصانع كلها مفتوحه وصارت مخازن يعني حرامات. حرامات هذه اللي صارت مخازن وكانت الصناعه موجوده والشغل عوائل. هاي المعامل صارت مخازن. وهاي قبل كانت من جل الموظفين حلو كانت هاي تروج. كانت عوائل هاي معمل خياطه قد بي ناس شايد عوائل. عندك مصانع مال بسكويت، مصانع مال نسيج، مصانع مال قطن، مصانع مال بلاستيك، مصانع مزود مال بطاريات، ليش هذا كله وقت؟ حرامات. يعني لو دعم قوي صحيح ينهض البرد على حيله. صح. شو يسوي؟ الحمد لله والشكر ان شاء الله نترجى من حكومتنا رشيد ان شاء الله. ان شاء الله. بك خير ان شاء الله. الله يحفظك وبركه ان شاء الله بكم. حفظكم الله يسعدك.